الجزء الجاي او الجزء اللي هنكمله دلوقتي ازاي نحسب الايه مدى ولاي درجه السي تي بتاعنا مناسب او غير مناسب، بنسميها الكرنت ترانسفورمر برفورمانس ستادي. نشوف السي تي بتاعنا البرفورمانس بتاعته هتدينا البرفورمانس بتاعته، هل هي هتقدر تحقق ان السي تي ما يحصلوش ساتوريشن ولا لا. فعشان نبدا ده لازم نفكر نفسنا بان ايه، ان الكرنت ترانسفورمر برفورمانس ستادي بتميجر اوف ذا سي تي برفورمانس اتس ابيليتي to reproduce accurately the primary current in the secondary both in wave shape and magnitude to ensure that the operating point during the maximum short circuit current should be below the knee point since the saturation start above the knee point. فإذا احنا شغلنا الشاغل ان احنا نحاول ندرس ونتحقق ان الريلي اثناء البرفورمانس بتاعته بيتولد فيه فولت في الماجنتيزيشن اقل من ني بوينت او يساويه عشان نضمن ان السي تي ده اكوريتلي او اكسبتبل. فهندرس البرفورمانس في حالتين، الحاله الاولانيه لما يبقى عندنا الكرنت اللي ممر في السي تي ستيدي ستيت يعني من غير دي سي اوفست، يعني الشورت سيركت كرنت بيطلع البرايمري اي البي فيز او اي فيز على الزد بتاع اللاين ساين اوميجا تي زائد بيتا ناقص الفا، او احنا بندرس في البي الحالة التانية ترانزنت تكون الكرنت بتاع السي تي او بتاع البرايمري موجود في دي سي اوفست، والمعادلة بتاعته زي ما انتم شايفين ان هي اي بي اللي هو الابتدائي بيساوي الاي فيز على زد بتاع اللاين في ساين اوميجا تي زائد بيتا ناقص الفا زائد ساين الفا ناقص بيتا في اي اس ناقص تي على تاو او اي اس ناقص ار على ال في تي. ف اول حاجه هندرسها الستيدي ستيت اللي هو ان الكرنت ترانسفورمر بيمر فيه كرنت ما فيش فيه دي سي اوفست يعني الموجه ساين ويف. ففيه عندنا اربع طرق بندرسها ممكن ندرس بيها البرفورمانس على السي تي او الاكسبتنس ان السي تي ده ممكن ما يحصل له ساتوريشن او السي تي ده ممكن يحصل ساتوريشن. اول واحده اللي هي كلاسيك ترانسفورمر فورمولا، اتنين ذا سي تي اكسايتيشن ميثود، التالتة الاي اي سي بي اس ترانسفورمر ريلينج اكورسي كلاس، والرابعة الـ NC IEEE Transformer Relaying Third Class. كل الطرق دول الأربع طرق دول محتاجين إن أنا أدور على الفولت بتاع السي تي على أطراف الثانوي لا أثناء الماكسيمم شورت سيركت كارنت في الابتدائي لا يزيد عن ني بوينت. فهندرس كلاسيك ترانسفورمر فورمولا. احنا عارفين ان الترانسفورمر فورمولا بتاعتي ال V effective ال V MF الموجودة في الترانسفورمر بتعطى ب 444% في F في A في N في ال B maximum في 10 اس ناقص 8 فولت، حيث ان F frequency و A cross section area بتاع الكور بال inch square و N number of turns و البي بي ماكسيم فلكس دنسيتي. معروف ان السي تي عندنا بيستخدم ستيل سيليكون ستيل، والسيليكون ستيل ده بيحصل له ساتوريشن حسب نوع الستيل من 77,500 ل 125,000 لاين بير سكوير انش. يبقى اذا معنى كده ان احنا لو الـ V effect حسبناها وجابت V maximum اكتر من 77 اكتر من 125,000 لاين، يبقى معنى كده ان هذا الـ CT هيحصل له saturation.
فلازم القيم بتاعتنا لو انا بستخدم سي تي 77500 لازم تبقى البي ماكسيمم اللي شغال بيها عند ماكسيمم شورت سيركت كارنت تكون اقل من هذه القيمه. ولو كان هو 125000 لاين بير سكوير انش لازم الفي ماكسيمم تبقى اقل من ايه من هذه القيمه عشان اضمن ان السي تي ما يحصلوش ساتوريشن ويحصل ايرور. الفورمولا دي علشان خاطر اطبقها لازم اجيب مين؟ اجيب الفي ماجنتايزنج. طب الفي ماجنتايزنج بتيجي ازاي؟ اني بضرب ان التيار السنوي اللي هو اي بي على ان في البيردن كلها اللي هي ار سي تي والليد والريلي بيردن والميتر بيردن اللي معطى بالفولت امبير احوله بالاوم واجمع البيردن كلها يبقى الاي افكتيف بتساوي اي اس في التوتال سي تي بيردن. وبعدين بنكالكوليت من المعادله دي جبنا في اف نعوض في المعادله بتاعه الفورمولا يطلع لي بي ماكس. اف بي ماكس اكسيد ذا ساتوريشن دينستي اللي هي هيقول لك عليها في المساله هي 77000 ولا 125000 ولا اي قيمه بالاثنين. لو طلعت الاف اكسيد القيمه دي زير والبي ابليكابل ايرور ان ذا سكندري كارنت يبقى اذا هيبقى في ايرور ملموس في السكندري كارنت وهذا السي تي يبقى ريجكتد لا تقبله من المصنع. ادي الماجنتايزنج كاركترستيك كيرف وقلنا ده انا لازم اشتغل في النقط دي في اللينير بوينت ما اروحش عند الني بوينت واشتغل. وبنقول هنا ان ذا اوبريشن بوينت ديورينج ماكسيمم شورت سيركت كارنت. ايه هو الماكسيمم شورت سيركت كارنت؟ اللي هو ال اف في اي ان شود بي ان ذا ساتوريتد ريجن بي اس شود نوت بي ان ذا ساتوريشن ريجن. يعني لازم هذا الفولت يبقى اقل من بي ايه بي في كي وفور اي اس بتساوي اقل من او تساوي اي ال اف اي ان او نحققها من بي اقل من بي ماكسيمم بتاعتنا اللي احنا بنقولها. فده مثال بيقول ان احنا عندنا سي تي الريشو بتاعته 2000 لـ5 وبيشتغل على بيستخدم البرمابيليتي هايبرمابيليتي سيليكون ستيل. يعني هايبرمابيليتي يعني معنى كده 125000 ستيل ترانسفورمر وهو 3.1 كروس سكشن اريا والوايندنج ريزيستنس 1/3%. الماكسيمم كارنت فور ذا فور ويتش ذا كارنت ترانسفورمر ماست اوبريت از 44 كيلو امبير. يعني هذا السي تي محطوط في شبكه الشبكه دي ماكسيمم شورت سيركت بتاعها 40 كيلو امبير والفريكوانسي بتاعنا 60 هرتز. ذا ريلي بيردن انكلودنج ذا سكندري ليد بتساوي 2 اوم. بيقول لك ايه ويل ذس كارنت ترانسفورمر ساتوريت؟ بيسالك بيقول لك ادرس هل ده هيحصل له ساتوريشن ولا لا. هو ما دام عطيلي الكروس سيكشن واعطيلي نوع الستيل يبقى عاوزك تحلها بالفورمولا بالكلاسيكال فورمولا. ان انا عندي الكلاسيكال فورمولا بتاعتي ان انا 3.44% في اف في ان في اي في بي ماكسيمم. يبقى اذا انا عندي اف وعندي ان اللي هي القيمه بتاعتنا بتاع نسبه التحويل واي وعندي كروس سكشن اريا وبي ماكسيمم هو اللي هيبقى ايه مجهول والفي اس مجهول. الفي اس اجيبه ازاي؟ اجيب طيب ماكسيمم تيار شورت سيركت احوله للابتدائي واضربه في البيردن يطلع لي الفي اس. يبقى الفي اس اتعرفت اجيب من المعادله دي بي ماكسيمم. نشوف كده جاب نسبه تحويل 400 يبقى اذا هنا اف ذا كارنت ترانسفورمر داز نوت ساتوريت ذا سكندري كارنت اي اس ايه لو ما هوش حصل ساتوريشن هيحصل فيه فعلا ريبروديوس على الثانوي مظبوط. ذس ساس ذا كارنت ترانسفورمر شود بي ايبل تو بروديوس الفولت في اس اللي هو بيساوي كام؟ اللي هو الفولت بتاع الثانوي اللي هو 100 في 2 اللي هو البردن دي والليد دي
اللي هو 231، يبقى VS بتساوي القيمة دي من المعادلة دي، VS هتطلع 40,000. طب 40,000 أقل من 125، يبقى هذا المحول، هذا السي تي كارنت ترانسفورمر will not saturate and acceptable to be installed in this network. Therefore the current transformer should have iron that will not saturate below 700, since the current transformer in this example use high permeability silicon steel, it will not saturate with smelter primary current.